السلام عليكم يا فنانين. الفيديو ده هعلمك ترسم منظر طبيعي من الصفر حتى الاحتراف. هعلمك تعمل دمج الالوان وترسم سحاب وترسم شجر وترسم جبال وترسم ميه وترسم الظل. الحاجات دي كلها في الميه وشجر بعيد وشجر قريب. فالفيديو هيكون دليل كامل لرسم منظر طبيعي باحتراف. فيلا ارزع لك الجميل ويلا بينا نشوف الادوات. بالنسبة للفرش اللي احنا هنستخدمها، هنستخدم فرشة تلوين كبيرة، وهنستخدم فرشة تلوين تكون أصغر شوية، وهنستخدم فرشة تلوين تكون أصغر كمان شوية، وهنستخدم الفرشة ديت في رسم الشجر، وهنستخدم فرشة دمج يكون شعرها كثيف زي ما انتم شايفين كده. تقدر تستخدم ألوان الأكريليك اللي هي ديت أو الأنابيب الكبيرة ديت. أما أنا هرسم بالألوان دي، هنرسم بألوان الأكريليك، والألوان دي أنا اللي عاملها، سيبك الرابط أسفل الفيديو. وهنرسم على لوحة مقاس 30×40. كل الألوان اللي احنا هنحتاجها في البداية، هنحتاج اللون البرتقاني واللون البنفسجي، وهنحتاج معاهم اللون الأبيض. هنستخدم فرشة التلوين وهنعمل دمج بين اللون الأبيض واللون البرتقاني. وهنبدأ نضيف اللون البنفسجي في الركن كده زي ما انتم شايفين. وبعدين نستخدم فرشة التسيح أو فرشة الدمج ونسحبه زي ما انتم شايفين كده. بعدين هنستخدم الفرشة ديت في رسم السحاب. وبعدين نعمل دمج تاني للسحاب الصغير ده بفرشة الدمج. وهنبدأ نأكد على أطراف السحاب من فوق بفرشة التلوين الصغيرة دي. وبعدين نعمل دمج تاني للسحاب الصغير ده بفرشة الدمج. وبعدين هنستخدم اللون البني مع اللون الأبيض، نخلط عليه شوية أبيض مع شوية لون برتقاني، وهنبدأ نرسم الجبال.
نيجي عند منتصف الجبل نعمل جهة يكون فيها اللون الفاتح، هنستخدم فرشة تلوين ونبدأ نلون باللون الأبيض زي ما انتوا شايفين كده أجزاء عشوائية من الجبال. وبعدين نستخدم اللون الغامق، لون بني يكون غامق شوية، نضيف له شوية اسود، وبعدين نعمل الاطراف اللي فيها الظل العكسي للجبال. وبعدين هنستخدم الفرشة السحرية ديت وهنرسم بيها وهنبدأ نلونها باللون الأبيض. زي ما انتم شايفين كده لسه ما تشبعتش باللون، احط ابيض تاني واشبعها باللون. وارسم بيها القمر زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هبدأ اضيف تفاصيل القمر باللون الاسود، هضيف تفاصيل باللون الاسود علشان احصل على اللون الرمادي في بعض التفاصيل. بعدين هعمل خط بالسلوتيب كده او باللزق اللي معايا، وبعدين هلون الميه. هخلط اللون البرتقالي باللون الابيض برضو نفس الموضوع، وهاجي في النص كده وهبدأ أحط أجزاء من اللون البرتقاني بالفرشة زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هعمل لها دمج بفرشة الدمج دي زي ما انتم شايفين كده. وبرضه نفس الوضع هكرره باللون البنفسجي. وهعمل له دمج برضه. ودلوقتي هعمل ظل للجبل زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اضيف نفس الالوان اللي انا ضفتها للجبل وكأني بعمل انعكاس للجبل، نفس الشكل اللي فوق بس انا برسمه بالمقلوب تحت. وطبعا بشيل التفاصيل منه بالفرشة. وبعدين هعمل ظل القمر زي ما انتم شايفين كده.
وبعدين هنبدأ نرسم الشجر صغير كده على مسافات بعيدة. وبعدين هرسم الشجر الكبير ده زي ما انتم شايفين كده. هضيف تفاصيل الشجر وهبدأ اضيف لها لون ابيض، وهبدأ اضيف لها لون ابيض زي ما انتم شايفين كده على الجهة اللي فيها القمر، بحيث ان هي يكون فيها نور من جهة القمر. وهبدأ اعمل لها انعكاس في المية بالفرشة زي ما انتم شايفين اللي تحت كده، وبالفرشة التلوين البيضة، وهبدأ أسحب لتحت زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ أضيف تفاصيل للشجر على الطرف زي ما انتم شايفين كده. بعدين هاجي تحت وابدأ اعمل ارضية في الركن كده. وابدأ ارسم شجرة تكون كبيرة. وبعدين في رسم الشجر لازم احط ارضيه من اللون الغامق اللي هو اللون البني. وبعد ما اخلص هستخدم فرشة رسم الشجر وهحط اللون اللي بعد درجة اللون البني اللي هو اللون البرتقالي، وهبدأ ارسم تفاصيل عشوائية زي ما انتم شايفين كده.
وأضيف تفاصيل على الأرضية برضو. زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. وأبدأ أضيف تفاصيل باللون يكون فاتح شوية. وأبدأ أضيف اللون الأبيض على أطراف ورق الشجر. وهعمل إحساس النور في جهة الشجرة من ناحية رسمة القمر علشان يبان معايا الشجرة كأنها واقعية. وبعدين هبدأ بعد كده أضيف تفاصيل لفروع الشجرة، وبعدين النتيجة هتكون زي ما انتم شايفين كده. في نهاية من الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهات زي دي كتير.